ثلاث فرق تأهلوا لنهائيات أو نصف نهائيات بطولة دبي، والبطل يلي ربح نادي الرياضي. نادي الرياضي، مبروك للنادي الرياضي. طبعا مش شيء غريب ولا بعيد عنه صح. يوصل لهالنتائج هيدي. بس دينامو النادي الرياضي ونادي بيروت كانوا بالدور نصف نهائي. طيب يعني وقت نقول انه بطل لبنان يخسر قدام فريق تاني، هون شو كيف يعني شو بيصير؟ شو بيكون النقص؟ وين؟ هل قلة التحضير؟ هل حظ؟ هل شطارة أكثر وتحضير من نادي الرياضي ولا شو صار؟ أول شيء صباح الخير جوزيف إلك ولكل المشاهدين اللي عم تابعونا بلبنان والعالم العربي وتحديدا بدولة الإمارات العربية المتحدة، اللي كان بدبي عم تصير هالبطولة العزيزة على قلب كل الجمهور اللبناني والعربي. ثلاث أندية من لبنان هن دائما لهم حصة الأسد لأنه هن الجو وهن الأكثر حصولا على لقب هالبطولة. يعني البطولة هي كانت مستواها عالي كتير هيدي السنة مثل كل سنة، ولكن هيدي السنة كان فيها أبطال أفريقيا من آسيا من الخليج، عدة أندية كانت موجودة بالإضافة للفرق اللبنانية هن الأقوى بلبنان. إذا ضمينا لهم الحكمة كان عم ينحكى أنه لو كانوا أربع فرق من لبنان كنا عم نلعب فاينل فور بطولة لبنان، يعني الفرق اللبنانية هي الموجودة. المستويات الأندية أكيد بعد شوي رح يكون معنا رئيس أكاديمية جام أكاديمية أحمد سليمان الخبير بالباسكتبول، وهو يعني بيحكينا أكثر فنيا عن شو صار مع الأندية اللبنانية. ولكن اللي صار أنه النادي الرياضي بفيق بهيدي البطولات، بيوعى الأسد بهيدي البطولات، والنادي الرياضي بعد ما كانت لقى خسارة بالدور الأول أمام نادي بيروت بطل لبنان رجع وقلب هالخسارة اللي هي فارق 12 نقطة، رجع فاز بفارق 30 نقطة على نادي بيروت وقدر يفوز أيضا على دينامو فرق نقطة واحدة بالمباراة النهائية. هيدا بيأكد قدي علو مستوى الفرق اللبنانية وخبرتها. وبالمناسبة بين هلالين اليوم ببطولة لبنان الساعة 10 إلى ربع رح يكون في مواجهة بين دينامو والرياضي ضمن بطولة لبنان، يعني رجعوا من دبي وهن رح يلعبوا اليوم مباراة مرتقبة. يلا كثير منيح. يعني بس نحن يعني وصلنا للفينال مع ثلاث فرق، سؤالي هو بحق لك البلد يشارك منه كذا فريق؟ أكيد، لأنه اللجنة المنظمة هي صاحبة الحق، هي اللي بتوجه الدعوات وبتعتبر أنه لبنان أكثر من غيره بحق له، لأنه المستوى الباسكتبول بلبنان والجمهور اللبناني اللي بيجي بآزر الأندية اللبنانية بدبي هو على مستوى عالي وحضور كتير كبير، فدائما بكون لهم الأولوية من ناحية المشاركة. أنا وياك جوزيف والمشاهدين بدي روح على دبي لنحكي نحن وياه، وأكيد نحكي مع بعض ونحط الأجواء كيف كانت. أحمد سليمان رئيس أكاديمية الجام. أحمد صباح الخير. صباح الخير ويعطيكم العافية. الله يعافيك. أحمد بداية أول شيء يعني باسم الأندية اللبنانية والجمهور اللبناني بدنا نتشكرك على كل شيء قدرت تعمله للأندية اللبنانية من خلال استقبالك لألون، من خلال تكريمك لألون، دعمك لألون، وقوفك إلى جانبهم بكتير شغلات بتحب تحكي فيها وما بتحب تحكي فيها. أنت دائما إلى جانب كل لبناني، كل بعثة لبنانية بتكون موجودة بدبي. أول شيء خبرنا كيف كان الاستقبال يلي رح نشوف الصور بعد شوي بالجام، وكيف كان تفاعل الأولاد من خلال بطولة دبي. أول شيء كنت عم تحكي عن موضوع البطولة، ليش إنه ثلاث فرق وهل بحق لهم من بلد واحدة يشاركوا كذا فريق؟ الطعم الكبير لبطولة دبي وقوتها هي من الفرق اللبنانية، مشان هيك اللجنة الفنية الموجودة ببطولة دبي دائما بتأكد على حضور أكثر من فريقين على هالبطولة، تقدر تجيب تستقطب عدد كبير من الجمهور يلي صارت لبنان معروفة بتقلى بكرة السلة. بطلنا نحن رقم عادي بالمنطقة، صرنا رقم كتير صعب، مش بس فريق، صار في يكونوا فريقين وثلاثة وأربعة، مستويات كتير حلوة، صار في رؤساء أندية عم يشتغلوا صح على لعبة كرة السلة. بالنسبة للاستقبال، نحن لنا الشرف كتير نستقبل الفرق بطل لبنان مثل نادي بيروت والدينامو اللي هو فريق صاعد عم يبيض الوجه لكل اللبنانيين، وكمان نادي الرياضي. هذا واجبنا مع الجيل اللبنانية، الأهالي كلهم عم بيطلبوا هذا الموضوع، يقدروا يشوفوا اللعيبة اللي عم يشوفون على التلفزيون يلعبوا بطولة آسيا وكانوا أبطال وكانوا عم بيضووا اسم لبنان عالي بهذه البطولات. فجيل نحن الأكاديمي عندنا من عمر 14 سنة، كذا لعيب عنده مثل أعلى له من كل نادي لعيب أو لعيبين يعني، فقدرنا حاولنا نجيب اللعيبة المميزين والأندية الكبار على النادي لحتى يشوفون الأهل وينبسطوا معهم ويمدولهم، وكان عم بيكون أجواء كتير كتير حلوة كانت.
طيب احمد، بدي اقول لك مدرب منتخب لبنان جاد الحاج ومدرب نادي دينامو حكي عن قد ايه تفاعل الجمهور اللبناني، حكي عن الاكاديمي قد ايه كان لها دور. خبرني يعني جاد الحاج وجوده بالجام، هلا بقول لك بالاضافه لنائب رئيس الاتحاد العربي استاذ نديم حكيم رئيس نادي بيروت يلي وصف الاكاديمي بالافضل على الاطلاق والاستقبال لا ينسى من قبلكم للانديه اللبنانيه بدبي. جاد الحاج بلشنا انا وياه مع بعض، كنا بنادي هوبس ويعني استلم فرق صغار وطلعنا سافرنا نحن وياه سوا واشتغلنا مع بعض ويعني اخذنا الخبره نحن وياه سوا، فبتعز عليه جام وانا جاد بعز علي كثير. طيب احمد خبرني عن مستوى البطوله، يعني اليوم انت اول شيء مدرب، انت فني، انت صاحب اكاديمي، المستوى الفني للي شفته للبطوله بشكل عام وللانديه اللبنانيه. انا رايي الخاص انه دائما الاجنبي لعب الاجنبي عم بيعطي تقل كثير كبير للاعبين اللبنانيين، وهذا كثير عم بيقدر يساعدهم بالدوري اللبناني اللي عم بيصير، عم بيخلي اللاعبين لما يطلعوا لبرا يطلعوا يلعبوا بمستوى كتير عالي وما يكون عندهم مشكلة من أي أجنبي عم بيلعب ضدهم أو أي ليفل عالي. المستوى كان تبع البطولة بشكل عام 9 فرق كانوا موجودين كانوا عم بينافسوا على اللقب، يعني الأجانب كل الفرق جايبة أجانب مستوى كتير عالي، وخاصة الفلبين جايبين لاعبين بعتقد أو من الـ NBA كانوا عم بيلعبوا، فأنا بعتقد هذه النسخة هي من الأقوى النسخات اللي صارت بخلال 32 سنة. أحمد بدي أسألك عن الجمهور اللبناني اللي دائما والجالية اللبنانية اللي بدي أوجه لهم تحية، وما بدي أذكر أسماء لأنه هني كلهم أصدقائنا، كل التحية والاحترام للجالية اللبنانية بدولة الإمارات العربية المتحدة اللي كانت موجودة إن كان بالجام عند تكريم الأندية أو بالملعب من خلال مؤازرتهم للأندية اللبنانية لأنه هني عم بمثلوا كل لبنان. شو رأيك بالجمهور اللبناني الكبير بالإمارات؟ كانوا في ناس عتلانين هم كانوا انه الفاينل ما انه اللبنانيه مع بعض ما حيجي جمهور، صح؟ فبعتقد انت كنت موجود ما كان في ولا محل حدا يقعد، كانوا مفولين كل المحلات، وحتى كان سعر التيكت عالي كثير، سعره عالي يعني وفولي. وفي صارت حادثه مهضومه انه اللي مسؤولين عن الجاليه اللبنانيه اخوه توم يلي اسمه فراس ومنزهار بيشبهوا بعض كثير، فلما طلعوا اثنين لبنانيه مع بعض ما بيعرفوا لمين بيشجعوا، لانه هالشباب عم بيشجعوا لبنان ما بيشجعوا ولا طرف من الاطراف، صح؟ فقسموا حالهم لقسمين، فراس راح مع قسم ونزار راح مع قسم، وكل واحد صار يشجع فريق من ميلي، فكانت شوي ثقيله لهم، بس الاجواء عن جد كانت كثير حلوه. وما بعرف انت شفت ابراهيم الجمهور برا واقف من الساعه كان قبل بساعتين او 3 ساعات من المباراه النهائيه ناطرين بالدور ليفوتوا لحدا يقدروا ياخذوا محل، يعني عن جد منفس كثير حلو للشعب اللبناني، والباسكت بول بهالبلد عم تعطينا نفس كثير كبير، ومشان هيك الجاليات وين ما كانوا عم بيكونوا معهم داعمينهم وحدهم، وعن جد شيء بيكبر القلب. يعني احمد بدي اسالك عن انجاز النادي الرياضي بهالبطوله، كيف بتشوف؟ قلت له لجوزيف انا انه النادي الرياضي هو مثل الاسد يلي بينام وبالنهائيات بفيق، انت كيف شفت النادي الرياضي حامل اللقب؟ والله النادي الرياضي يعني بطل، يعني له اساس كثير كبير بهذه البطوله، اداره جيده، مدرب ولاعبين رائعين مثل ما انت بتعرف، عندهم خبره كثير كبيره يقدروا يربحوا بطولات، صار عندهم خبره كثير كبيره، معهم اسامي كثير كبيره، اسم رياضي كثير كبير، بس لما يخسروا مباراه ما فيهم ثاني مباراه يكونوا عم يخسروا، وراهم جمهور كثير كبير. ما في حدا منهم انه يكون عم بيلعب بس هيك، عم بيلعب لاسم كثير كبير لازم يحافظ عليه، لانه وراه جمهور كثير كثير كبير، يعني فقدموا مستوى كثير حلو بالفعل، يعني يقدروا يعملوا بالفاينل كومباك على فريق مثل الدينامو اللي هو ما خسر بعد ولا مباراه من ايام الدوري لحد لوسع النهائي ببطوله دبي، كانت كثير صعبه عليهم، بتعرف كانوا مارقين هن بفتره منا كثير منيحه، فهذا الرياضي يعني هذا الرياضي. أحمد سؤال أخير بدي أسألك، شو مشاريع؟ أكيد رح يكون لنا لقاءات معك تانية عن الأكاديمي، ولكن أنتوا اليوم تركتوا بصمة كتير كبيرة من خلال هالبطولة، شو جديد عند أحمد سليمان؟ إن شاء الله طالعين على أبو ظبي، عندنا فرعين إن شاء الله بأبو ظبي قريبا رح تسمعوا فيهم، وإن شاء الله عم نعمل هلأ توأمة مع أكاديمي كتير كبيرة برات البلد، إن شاء الله أكاديمي أوروبية قريبا كتير،
وهالسنه بعتين ثلاث لاعبين على امريكا فول سكولرشيب ليدرسوا بالجامعات. وان شاء الله يعني في دوري كثير كبير حيكون، ما بعرف اذا فينا نعلن عنه هلا. اعلان اعلان عندي للانديه اللي هي هلا مثل لبنان عم بيصير الدوري اللبناني حينتقل للامارات، وناخذ بلاش ناخذ اذن من رؤساء الانديه لنعمل دوري باسم الانديه الموجوده بالبلد. حيكون في كل حدا مسؤول عن فريق، يعملوا يركبوا فريق ويلعبوا بطوله بس لبنانيه حيكون فيها، بقولوا حيجيبوا اجنبيين مش لبنانيين يلعبوا بالدوري. حيكون دوري طويل ثلاث اشهر مدعوم من كذا سبونسر ان شاء الله، وحيكون يعني له شان كثير كبير بدوله الامارات. اكيد هيدي رح يكون لنا محور خاص عنا النقطه اللي عم تحكي عنها، لانه بحاجه لنتوسع فيها ونشرح فيها اكثر. دائما بتواكبنا بالاخبار الحلوه ودائما داعم للانديه اللبنانيه وكل البعثات اللبنانيه. شكرا لك احمد سليمان رئيس اكاديميه جام، مباشره كنت معنا من دبي. جوزيف، يعني بالنسبة للنادي الرياضي، بس بدي أختم بنقطة كتير مهمة. بالوقت يلي رح نشوف صور واحتفالات النادي الرياضي، كيف كانت الأجواء والمواكبة من خلال الهيئة الإدارية يلي كانت إلى جانب اللاعبين؟ لاعبين على مستوى عالي، إسماعيل أحمد، وائل عرقجي، أمير سعود، مستويات خارقة على صعيد الباسكتبول. كله هيدا بصب بمصلحة منتخب لبنان يلي هو رايح على كأس العالم ليحقق إنجاز أكثر وأكثر. أي متى كأس العالم؟ كأس العالم نحن هلأ الأسبوع، بعد أسبوعين رح نكفي الجولة الأخيرة من التصفيات، وكأس العالم رح نروح مباشرة للنهائيات. مثل ما بتعرف لبنان تأهل أوريدي لنهائيات كأس العالم، يعني نحن هلأ عم نلعب مباراة استكمالية لختام الدور النهائي، من بعدها بتكون نهائيات كأس العالم. إذا بدنا نحكي عن مستوى الفرق اللبنانية بين دينامو بيروت والرياضي، هل المستوى متقارب جدا؟ جدا. ليش؟ لأنه إذا بتيجي بتعمل عملية حسابية، أنت بتشوف نادي بيروت ببطولة بالدوري اللبناني ببطولة لبنان فاز على الرياضي، من بعدها راح على دبي ربح نادي بيروت على النادي الرياضي بالدور الأول من بطولة دبي، بالدور الثاني رجع نادي الرياضي فاز على بيروت. بالمقابل دينامو ايضا عم بكرر هيدا الشيء. اليوم مباراه مهمه ببطوله لبنان، وائل عرقجي مضي مرحلتين، مشان هيك هو خارج منتخب موجود لبنان. لا، هو موجود، وائل عرقجي موجود بالنادي الرياضي، مضى مع النادي الرياضي بمنتخب لبنان، هو تحصيل حاصل منه، موجود بهيدي المباراه المقبله، راح يكون مع منتخب لبنان بسبب الارهاق والتعب، واعتذر عن المشاركه لانه مباراه لا بتقدم ولا بتاخر. اي المقبله عندنا مباراة بعد أسبوعين مع بس بالمونديال أكيد بيكون، أكيد رح يكون موجود. قبل الختام جوزيف، أنا بدي بارك للنادي الرياضي فوزه ببطولة دبي الاستثنائية. ليش استثنائية؟ لأنه كانت جماهيرية بشكل كتير كبير. بدي بارك لكل الداعمين يلي كانوا للنادي الرياضي، فضل الصفدي وعبد الرحمن الصفدي، هالأسدين يلي كانوا مواكبين كل لحظة ببطولة دبي الدولية، وقدروا يكونوا إلى جانب النادي الرياضي، مش بس النادي الرياضي، كل البعثات اللبنانية يلي بتكون موجودة بدبي هن دائما إلى جانبها وداعمينا، بالإضافة لوالدهم فادي الصفدي. شكرا لكم من القلب على كل شيء عم تقدموه للبنان بشكل عام. شكرا لك بوب، بنشوفك السبت الجاي. مبروك للفرق اللبنانية اللي وصلت للفينال بطبعا مباريات دبي، بهالمباريات اللي صارت بالإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد بطل هالمباراة اللي هو النادي الرياضي.